السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يحلى الكلام إلا بذكر الواحد الديان، ولا يحلى القول إلا بذكر محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة يا جماعة في كواليس الجلسة اللي حصلت النهاردة 27/8/2022، والكل منتظر القرار. هل القاضي أجل القضية؟ هل القاضي حجز القضية للنطق؟ هل القاضي فصل في القضية النهاردة؟ لا، احنا هنتكلم معاكم النهاردة يا جماعة كده في فيديو صغير كده، مش في الاستوديو ولا حاجة، بس حبيت ان انا اطمن الناس. القضية اتأجلت ليوم 22/10 يا جماعة. ليه؟ النهاردة محمد الهادي والمستشار أكرم سلام قدم دفوع كتيرة جدا، معمل مختبر، معمل تحليل طب شرعي، شهادة شهود، محمد راتب، إبراهيم اللي هو صاحب العقار، شهادة الجيران، قدم دفوع كتيرة جدا، والست جلسات اللي تقدموا اللي تغريد ما حضرتش فيهم، لكن القاضي أجل القضية علشان حاجة واحدة بس. القضية اتأجلت علشان القرار اللي صدر ضد منع من محكمة النقض بتأييد حكم 3 سنوات ما وصلش المحكمة. طيب محمد الهادي، احنا سمعنا ان هو اخد صورة من الحكم وودها المحكمة، القاضي ما اعترفش بيها. القاضي احتاج نسخة اصلية، نسخة ايه؟ اصلية من القرار اللي صدر ضد منع في بتأييد الحكم 3 سنوات، والحكم اللي هو بتاع تطابق البصمة الوراثية ما بين ايتن وما بين منعم، فده اللي وقف القضية وأجلها ل 22/10. القضية يا جماعة إن شاء الله خير بإذن الله، ودي طبعا يمكن الحاجات دي كلها في مركب نصرة محمد الهادي. حبيت إن أنا أطلع أبلغ حضراتكم بالخبر ده، يمكن عشان نكون سباقين بالخبر، وعشان برضو الناس اللي منتظرة القرار ومنتظرة كواليس الجلسة، وهنتكلم في الحاجات دي كلها بتفسير وبتفصيل كبير جدا في بس اليوم النهاردة الساعة 10. فانتظرونا إن شاء الله النهاردة على قناتنا مجد الإبلاغ وأصل الحكاية الساعة 10 مساء عشان نقول جميع التفصيل. القرار المحكمة أجلت القضية ل 22/10 علشان محتاجين الحكم الأصلي الموثق اللي اتاخد أو صدر على منعم في جلسة يوم 17/8، وطبعا يعني من 17/8 ل 27/8 النهاردة، فالوقت كان قصير قوي. إن شاء الله النصر في ركاب محمد الهادي. يلا بقى لو شفت الفيديو معانا، أنا يمكن مسجل لك الفيديو بالشارع علشان برضو الخبر يكون عندك، فياريت ما تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.